في المجلس الجماعي للعيون في الملوك وهيئات من المجتمع المدني المحلي وترحيب خاص سيدات مناسبة العيد المرأة. أو الكلمات اللي نبحثوا عليها باش نكرموا على الحاجة صالحة في الأول لأم هو قلت السيد باشا ربما اللي زادوا قبل من 2000 ولا ربما نقول 21% كما يقولوا الأم ديالهم. إذا غادي نعياو بالنسبة للحاجة الصالحة. غادي ننسى الحاجة فاطمة بوكريم واحد السيدة اللي عرفتها أنا اللي هي بسيطة متواضعة كتومة كدير الخير مع عمر كتقلب أنه يبان دائما كتقلب أنها دير الخير جا الوقت وخا جمعطل أنه نكرموها الشخص ديال الحبيب ديالها ونطلب من الله تعالى أنه يجدد الرحمة عليها هذا النهار هذا لأن بالحقيقة ونشكروها كتجويد لأن درت واحد الهبة ديال باش تبنى متوسط في الوقت ديال الأرض في الحرية هي في الوقت اللي ما كانش جانا بالحقيقة لقاتها في الأرض وفعلا كرمت به ومرة أخرى نشدو نطلب الله أن هذا النهار يزرع لها الرحمات الخير. وكما شفتوا يعني كان شهادة ديال عديد المتتبعين بأنه كان حفل ناجح 100% مليون وأفضل. وشكر ثاني لكم ونتمنى إن شاء الله تشوفوا الخفرة نتلقاو في إطار احتفالات النساء المغرب اليوم العالمي للمرأة نتقدم بأغلى الأمان وأصدق مشاعر الود والتقدير لكل نساء المغرب وعبر هذا وعبرهن كل نساء العالم. اهتمام بمواتكم وبخواتكم وبزوجاتكم وبهذه المناسبة هذه كنبغي نحيي كل العيالات ديال المدينة دارها في الدار واللي في الوظيفة راها في الوظيفة ولكل وحدة في الموقع ديالها كل نهار النهار ديالها. وأنا كان نحتفل باليوم العالمي للمرأة ولكن إذا ما كانش الراجل حاضر ما كانش نصف ثاني حاضر بحال ما كان ديروا والو. ثبت اليوم العالمي للمرأة وأنا كنتقدم بتحية عالية لكل امرأة أم بنت أخت جدة عاملة جالسة في الدار ربات وبيت وبالخصوص المرأة العاملة في البادية اللي كتضل من الصباح حتى من الفجر حتى الليل وهي كتشقى باش توفر طرف الخبز. كنتوجه لهم واحد التحية عالية وكنشكر مجلس البلدي والسلطات والجمعيات اللي تكلفوا وهيئوا هذا الحفل وكان تنظيم رائع. شكرا للجميع شكرا للجميع وكنشكر وليدات العيون تبارك الله الصحفيين اللي كيجريو ويجاريو باش يوصلوا الكلام ديالنا للجميع. حنا خدمنا والحمد لله وهذا التكريم نوع من جبر الخواطر وشكرا للجميع.